لكن الحقيقه مش بس الكابتن بشير التبعي هو اللي اتكلم عن فكره الصرف المالي او وجود فلوس وتحقيق لعيبه. الناس اللي بتتكلم عن وكاله الاهرام، اجوجو جايب 40 مليون في الوقت اللي كانت رعايه النادي الاهلي لوكاله الاهرام للنادي الاهلي 3 سنوات 75 مليون. النادي الاهلي بعد ما اعلن عمرو زكي موجود في النادي الاهلي 19 مليون كان عمرو زكي في نادي الزمالك. كابتن شيكابالا في وقت ما كان اعلى لاعب في النادي الاهلي بياخد 3 مليون في الموسم، كان عقده مع نادي الزمالك 8 مليون في الموسم. فلو الفكره فكره فلوس، اعتقد انتوا كان معاكم فلوس اكتر بكتير من فكره الفلوس اللي تعاقد عليها النادي الاهلي مع وكاله الاهرام. لكن المؤكد ما كانش موجود الاداره اللي بتدير او لجنه التعاقدات الموجوده في النادي الاهلي بالشكل اللي تضاهيه في نادي الزمالك، وده كان كلام احد الكباتن التاريخيين لنادي الزمالك. تعالوا نسمع الكابتن عبد الواحد سيد ونرجع تاني. ايه الموضوع ده؟ طب يا كابتن عبد الواحد، انه الاهلي بياخد فلوس اكتر من الزمالك من الرعايه؟ لا انا بص، انا دي مش يعني انا ما اعرفهاش. اصل خليني اقول لك على التفسير المنطقي، انه دايما بيقول لك انه النادي الاول او النادي اللي بياخد بطولات اكتر بياخد رعايه اكبر من نظيره. لو حد بص يا كريم، انا يعني انا عشان بس ما نخشش، انا النادي الاهلي طبعا ليه كل الاحترام، انا مش حابب اتكلم عليه، لان هي انا بقول لك على اللي انا حاسه ما بين الزمالك، يعني فتره الزمالك الاولانيه والثانيه. فيعني هو بقى ده نصيبه، وده يمكن التعاقدات عندهم الناس محترفه بروفيشنال بيشتغلوا بشكل كويس، بيعرفوا يجيبوا اللعيبه اللي هم محتاجينها. ما ممكن مش مادي بس، انت ممكن يبقى معاك فلوس، ما انت كان في وقت معاك فلوس في الزمالك بس مش عارف تجيب. بقول لك بتجيب صفقه سوبر، صح؟ رحت جبت اجوجو مش عارف بكام وقتها، كنت وقتها جبت اجوجو مش عارف ب 25 مليون جنيه باين. لا رقم يعني وقت كان وقتها رقم، بيدفع الارقام دي. ايوه رقم، انت كان اقصى لعيب في مصر بياخد له 250 300 الف يعني. فانت ممكن تجيب نص فرقه، صح؟ يعني وانت وفعلا كنت محتاج كده. فكان في شطاره في التعاقدات الناحيه الثانيه، وعندك يعني كان في مجرد الشو. يعني انا ده اللي انا كنت حاسه. ده راي مهم جدا للكابتن عبد الواحد السيد، احد الكباتن التاريخيين لنادي الزمالك، احد اعضاء كمان تحليل في قناه نادي الزمالك او مقدم برامج في قناه نادي الزمالك، عنده جنينه باسمه في نادي الزمالك. اعتقد كمان كابتن وائل السيد لما انتقل للمقصه وكان في مباراه بين المقصه والزمالك، رفض من شده انتمائه لنادي الزمالك ان هو يلعب المباراه دي، واستاذن من الكابتن ايهاب جلال المدير الفني وقتها لفريق المقصه وما لعبش المباراه. فاعتقد مفيش اي حد يقدر يزايد او ينتقص من زملكاويه الكابتن عبد الواحد السيد. فلما يطلع الكلام بالشكل ده في لاعب كان موجود وعايش المرحله، اعتقد يا كابتن اسامه كلامك للاسف غير صحيح. عارف ايه الفرق بين التصريحات يا احمد؟ كابتن عبد الواحد السيد على فكره هو تصريحاته ان لم تكن جميعها فيها قدر كبير جدا من الاتزان. دايما كابتن عبد الواحد، حتى لو احنا تناولنا التصريح قبل كده بشكل ساخر، هو كان برضو التصريح في حد ذاته في واقعية كبيرة جدا. الفرق ان كابتن عبد الواحد السيد مش عايز اللقطة، هو مش منتظر يقول حاجة فعشان الجمهور يطلع يسقف له فياخد كريدت. كابتن أسامة حسن في أغلب لقاءاته والمتابع الجيد ليها هيلاقي ده دايما بيحاول يعمل الحتة دي، أول حاجة تسمع مع جمهور الزمالك عشان أنا ما حققتش بطولات كبيرة مع نادي الزمالك أو مسيرة كبيرة مع نادي الزمالك، وجيت في واحدة من أسوأ فتراته، فأنا إيه اللي ممكن يدخلني جوه نادي الزمالك؟ هي فكرة التصريحات دي دايما. وأعتقد اللي بيفكر بالتفكير ده لازم اي نوع من انواع الجمهور او اي انتماء من انتماءات الجمهور يكون فاهم ان اللعبه دي عمرها ما بتؤتي ثمارها، لان فعلا انتقصت بتنتقص من اللي خرجت منه التصريحات، لان دايما بيبان قد ايه هي غير واقعيه وغير منطقيه ومجرد كلام مرسل يا كابتن اسامه. اكيد يا فارس، وخاصه كمان لو الكابتن اسامه بنفسه في نفس ذات الحلقه هو اللي رد على نفسه في فيديو واضح وصريح. تعالوا نشوف الفيديو ده ونرجع تاني. برضه ان الزمالك اشترى لعيبه كتير غاليه، يعني اجوجو ما هو دخل الزمالك وكان ساعتها ما اجوجو ده جه غلطه وجه تسرع من الاداره بصراحه، يعني لازم يكون مقتنع اتسرع. واللي بيشيل الليله دلوقتي الاداره مع مرتضى منصور مع حفظ الكارته هو اللي بيشيل الليله دلوقتي. لان كانت شيله كبيره، يعني انت جبته ليه؟ اللعيب ده كان مصاب، الله يرحمه يعني. بس هو كان مصاب، عنده صفر ركبته جامده والله، يعني هو كان جاي الزمالك مصاب. حتى كل ما ماتشات على ملعب النجيل الصناعي كانش بينزل التمرين خالص، يلعب الماتش بس، ما يقدرش يلعب النجيل الصناعي. عمل فتنه جوه الفريق الاسعار اللي سمعتوها في عقده؟ يعني انت ما بتاخدش فلوسك وسامع ان في واحد بياخد مش عارف كام الف يورو في الايه ولا في كام الف دولار عملت. في الايه؟ ضايقته يعني؟ اكيد عملت فجوه كبيره باللعيبه طبعا.
اخدتوا اي اكشن؟ اتكلمتوا مع الاداره في اي حاجه يعني؟ بص ساعتها كانت المواضيع كانت صعبه عشان برضو كان رئيس النادي كان بيتغير على طول. كابتن اسامه بيحاسب النادي الاهلي وجمهوره على اخطاء تخص نادي الزمالك، وهو بنفسه بيعترف ويعي جيدا لاسباب المشكله وبيوضحها، بس هل التفوق ده كان مرتبط فعلا بوكاله الاهرام ولا بالفتره دي فقط، ولا ده تفوق اشبه بفكره الحتميه التاريخيه؟ ده اللي احمد هيستعرضه معاكم. انا عايز اقول انا بعذر الكابتن اسامه، يمكن انت وضحت يا فارس بوضوح جدا اسباب تصريحات الكابتن اسامه حسن.